Hola, ya estamos en el final, ya estamos terminando el curso. هذا نحن طبعا قاعد استعمل خرونديو يعني، فأقول estamos terminando el curso. احنا الآن الحمد لله وصلنا للنهاية، خلصت الفيديوهات الحمد لله للدورة كاملة. هذا آخر فيديو راح أصوره، وهذا آخر فيديو يتصور، وعندنا إن شاء الله باقي لنا البث الخاص بالمراجعة، ونكون إن شاء الله تجاوزنا هذه الدورة. أي أمر حسيت إنه ما وضح معاكم راح نراجع إن شاء الله في البث الخاص بالمراجعة. أتمنى إنكم استفدتوا، وإن درس اليوم كان مفيد بإذن الله تعالى. هو سهل، يحتاج إنكم كالعادة أكررها عليكم تتابعونا مرة وثانية. راح يكون معاكم تدريبات، التدريبات هذه شوية دسمة لهذا الدرس علشان ترسخ معاكم درس اليوم وتستوعبونه بشكل أوضح وأدق بإذن الله تعالى. تحياتي لكم، واعذرونا على القصور، وإن شاء الله بنكمل معاكم في هذا البث القادم. راح ندردش ونسوي تطبيقات مع بعض ونراجع الدرس كامل مع بعض. Muchas gracias، وتحياتي لكم، ونلتقي بكم على خير.